حضرتك. أهلا بيكم، شرفنا. طب هبدأ من كارما المباشرة بالنسبة لي، يعني الإرهاق الأبوي والانفصال عند الأطفال، إيه اللي جاب ده في ده، ويعني إيه إرهاق أبوي من الأساس؟ الإرهاق الأبوي دي حالة بيدخل فيها الأب أو الأم، تبقى عبارة عن إرهاق شديد قوي نفسي وعاطفي وجسدي، وزي ما هي حضرتها قالت يعني انه احنا لقينا ان كل من 7 من كل 10 ام او اب بيحصل لهم الموضوع ده. هو مش ستريس عادي، يعني مش مجرد ضغط عادي، ومش اكتئاب، هي عباره عن حاله من الارهاق الشديد، يعني حاله عامه من الارهاق الشديد للشخص نفسه، وبتحصل للاب وللام. و كارما خلينا بس قبل يعني واحنا بنتكلم عنه هنشرح برضو، وانتوا كمان وانتوا ماشيين هتشرحوا هو عبارة عن ايه بالضبط وبيجي لنا احنا كأبهات وأمهات ازاي، بس الفكرة بتاعت الحملة اصلا ايه اللي وصلكوا لان انتوا تعملوا حملة عن حاجة اسمها الارهاق الابوي قد لا يعرفها الا المتخصصين فقط؟ احنا كنا بندور على توبيك نبقى حاسين هو فعلا مهم وهيساعد الناس، مش ان احنا بنعمل graduation project وخلاص. واحنا بندور على حاجات كتير، جه الموضوع ده في طريقنا ان احنا حتى كنا بنسمع قصص من اهالي حوالينا ان هم ممكن يبقوا دايما بيبقوا حاسين بالذنب، او في كتير الموضوع بيوصل ان هم ممكن يسيبوا الاولاد ويمشوا، او يكونوا قاعدين بس هم مش قادرين يتعاملوا، وده بيتاخد ان هم مقصرين او ان هم طريقتهم مش كويسه مع الاطفال، او ان اصل انا جايبه اخري، بس هو موضوع يعني جاي من حته علميه وممكن يتعاملوا معاه بطريقه صحيه اكتر. لما قررتوا تشتغلوا على ده يا ملك بداتوا تعملوا ايه؟ يعني بداتوا تعملوا سيرش على الانترنت، تسالوا متخصصين في علم النفس، بداتوا تشتغلوا على الحمله مبدئيا ازاي عشان انتوا تعرفوا المعلومات الكافيه اللي من خلالها تبداوا بقى تعملوا الحمله بتاعتكم؟ احنا بدأنا نشتغل على كل الجوانب. الأول طبعا متخصصين، ومفروض ان احنا عاملين بودكاست مع متخصصين، وبرضو كنا بنشتغل على المعلومات اللي على الانترنت لان احنا ما فيش ريسيرش اتعمل على الموضوع ده في مصر خالص، فكنا بنشوف الحاجات اللي برا مصر وعملنا الريسيرش بتاعنا. وكمان سألنا أمهات كتير مروا بالتجربة دي يعني، وكان الموضوع انسايتفل جدا منهم واستفدنا كتير من قصصهم. هم نفسهم ما استغربوش لما وانتي بيكلميها كده تقولي لها الإرهاق الأبوي، ولا ما كنتيش بتقولي المصطلح وبتكلمي في المضمون نفسه؟ المصطلح ما كانش، معظم الناس ما كانتش عارفة ايه الإرهاق الأبوي. لما بدأت أشرح لهم إن دي حاجة مش لازم تحصل، هي مش جاية مع إن أنت تبقى أم أو أب فعندك إرهاق، لما بدأت أشرح لهم هم اتفاجئوا جدا، لأن هم كانوا حاسين بتأنيب الضمير تجاه اللي هو أنا إزاي أحس كده تجاه ابني، أنا إزاي بقى مش قادر أعمل حاجة لابني، المفروض أبقى قادر على طول، وده مش صح. يعني كل واحد محتاج يرتاح شوية عشان يعرف يكمل مسيرته. طيب أنتوا اشتغلتوا على كل بقى الادوات المتاحه ليكوا دلوقتي، يعني ملك قالت البودكاست، يعني استخدمتوا كمان ان انتوا تعملوا لقاءات مع متخصصين ومع اباء وامهات، ايه الاليات الاخرى اللي من خلالها بداتوا توعوا الناس وتتكلموا عن حمله فاصل ونواصل؟ ابتدينا في الاول على السوشيال ميديا اول حاجه بداناها، وقبل كل ده احنا ابتدينا كنا عملنا انترفيوز كتير قوي مع متخصصين زي ما ملك قالت عشان نعرف احنا فعلا صح، ولا يعني نتاكد من صحه المعلومات اللي انتوا وصلتوا لها بالظبط. واتكلمنا برضو، احنا في الاول كنا خايفين ان الموضوع ما يبقاش حقيقي او كده، بس احنا فعلا سمعنا من الناس لما اتكلمنا معاهم ابهات وامهات انه لا هم فعلا حاسين بده، والموضوع وصل لليفل اكستريم قوي عندهم. فبدانا نتكلم مع متخصصين، بدانا دلوقتي شغالين على بودكاست سوشيال ميديا، وهنبتدي ان شاء الله ننزل ايفنتس في مدارس ونعمل توكس مثلا في مدرسه، نطلع اتكلمتوا مع ابناء بقى؟ يعني هو الموضوع يخص الاباء بس المشكله مردودها بيكون على الولاد، اتكلمتوا مع اطفال سالتوهم ولا لما تروحوا المدارس هتتكلموا معاهم؟ هو احنا فكره ان لقينا ان يعني كده كده ممكن يحصل في اي سن، بس لقينا ان النسبه الاكبر بتحصل في اول 10 سنين،
فطبعا سن الاطفال ده صعب ان احنا نروح نكلم اطفال ما بين نيو بورن لحد 10 سنين في حاجه زي كده. فالموضوع اكتر ما كانش مع الاطفال قد ما هو مع الاهالي. بس اتكلمنا برضو شويه مع امال خطتكم في التوكس اللي هتعملوها في المدارس هتكون عن ايه؟ لا للبيرنتس نفسهم لاولياء الامور يعني. مظبوط. طب انا محتاج علشان اللي بيشوفونا يكون لي مثال واضح. الارهاق الابوي بالنسبه احنا قلنا الاب والام يعني الموضوع ابوي يعني بس يعني الاب والام. مظبوط. انت وانت بتسالي الاب او الام او ولي الامر ده بتساليه بتقولي له ايه فبناء عليها اقول ده عنده ارهاق ابوي بالنسبه لي؟ ممكن حاجات ليها علاقه بقى بالاعراض اللي هم بيحسوا بيها زي مثلا لو هم اخذوا بالهم ان هم فجاه ابتدوا يبقوا عصبيين اكتر بينفعلوا من حاجات ممكن تبان ان هي صغيره بس بقت بتاثر عليهم جامد بقى عندهم احباط وحالتهم النفسيه اوحش مش قادرين يعملوا حاجه ممكن يبداوا يحسوا ان هم بعاد عن اطفالهم او في حاجه غلط بينهم وبين بعض وطبعا لما بيحسوا بده في الاخر بيحسوا بتانيب الضمير ان هم حاسين يعملوا ايه علشان يرجعوا تاني بابا وماما الحلوين اللي مش بيتعصبوا واللي ما بيعملوش ما عندهمش الارهاق الابوي ده؟ هو ما فيش طبعا حل اللي هو خلاص هنعمل كده هنبقى تمام بس هو اول حاجه بتبدا بان هم يبقوا عارفين ان هم عندهم مشكله وفي وعي لده وبعدين لازم يبقوا فاهمين ان هم عشان يطلعوا من ده لازم ياخدوا بريك لنفسهم وان ده من حقهم لان هم مش بس بيعود عليهم هم بالفايده بس هو بيعود كمان على الاطفال لان هم لو هم مش تمام مش هيعرفوا يدوا التربيه الصحيه ليهم وهم كمان بيلقطوا كل حاجه من اهلهم حتى مشاعرهم ونظرتهم للحياه وكده فان هم ياخدوا بريكس وان هم يبقوا عارفين عندهم parental burnout دي بتيجي من ان في اربع مراحل للطاقه العاطفيه وهي البرناوت او الاحتراق وان هم يكونوا في مرحله تجدد واستراحه وبرفورمنس ده الوقت اللي هو بيبقى فيه شغف ونقدر ان احنا نشتغل كتير وعندنا طاقه وفي سيرفايفل ده اللي هو انا عندي طاقه كتير بس هي سلبيه فانا بشتغل وبنتج بس انا متوتره ويعني مش تمام تمام. فاحنا لو عرفنا احنا فين بالظبط في انهي مرحله من دول احنا نقدر نعالج نبدا نجهز لها.